أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، أرجو أن يكون عاما دراسيا مليئا بالإنجازات والإبداعات. أتوقع منك عزيزي المتعلم في هذا الأسبوع أن تعرف عن نفسك بأسلوب شيق موظفا استراتيجية من أنا. سنبدأ بالمهارة الشفوية وهي التحدث. سنتحدث عن أهم الحضارات الموجودة في الأردن عبر الزمن، ثم سنبدأ بالنسبة إلى اللغة المكتوبة بالقراءة من خلال قراءة نص مدرسة السلط الثانوية. أنشطة كسر الجمود. الهدف: كيف أعرف عن نفسي بأسلوب شيق موظفا استراتيجية من أنا. النشاط الأول: أن تكتب صفة مثيرة لاهتمامك على ورقة ملونة، ثم تقوم بطيها وضعها في الصندوق. ثم سنوظف مهاراتنا التفكير ومهاراتنا التواصلية لمعرفة اسم الشخصية. النشاط الثاني: سوف تتأمل صور الحيوانات التي أمامك، وستخبرنا ما هو الحيوان الذي تراه يعكس شخصيتك ويشبهك في الصفات. مثلا، أرى نفسي كالصقر عندما أحدق لتحقيق هدفي. الحصة الثانية ستكون عن الاتفاقية الصفية. سنقوم بعقد اتفاقية صفية فيما بيننا يتم تطبيقها خلال العام الدراسي، ثم نقوم بتوقيع العقد السلوكي. الحصة الثالثة ستكون عن المهارات الشفوية. أولاً، التحدث. الهدف: ما هي أهم الآثار التاريخية الموجودة في الأردن؟ خط البحث الأول: سنبدأ بالتحدث عن أهم الحضارات الموجودة في الأردن عبر الزمن من خلال توظيف المهارات البحثية، جمع البيانات، والمهارات التواصلية للكتابة، مظهرا ملمحي المطلع والباحث ضمن مفهوم الشكل. ومن ثم سنبدأ بالنص الأول المرتبط بخط البحث الأول، وهو بعنوان مدرسة السلط الثانوية. سوف نقرأ النص حسب معايير القراءة الصحيحة. سوف تجيب عن أسئلة الفهم والاستيعاب بشكل صحيح. ستوظف المفردات الجديدة في كتابة جمل تامة المعنى من إنشائك. سنقوم بتوظيف العديد من الاستراتيجيات الجميلة والممتعة، مثل قراءة الأقران ومسرح التمثيل والعديد من استراتيجيات التعلم النشط. أرجو لكم نهاية أسبوع ممتعة. دمتم بحفظ الله ورعايته.